هذه ليله كبيره ومباركه، الله يدخلها على جميع المغاربه بالصحه والسلام باش طول العمر باش تمناو. هذه الليله كاع كبيره بزاف عند المغاربه، وكنتمنى لجميع المسلمين يتحقق لهم كاع الاماني ديالهم والعائله والسعاده ان شاء الله. ومبروك العواش، خير من الف شهر. تنزل الملائكة فيها سلام، هي حتى مطلع الفجر إلى آخره. ليلة من أعظم الليالي عند الإسلام، ها؟ ليلة كبيرة كنخرجوا فيها الدراري ونزوروا الأحباب بعد التراويح، ونتمنوا الفرحة لينا ولوليداتنا والشعب المغربي وملكنا. وتنطلب من الله في هذه ليلة القدر أن تكون عامة على جميع المسلمين بالصحة والسلامة والاطمئنان، وعلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالشفاء، وهو وجميع أفراد العائلة الملكية وجميع المغاربة أجمعين. وتنطلب من الله إن شاء الله هذه الليلة تكون علينا بالصحة والسلامة والاطمئنان، وعلى كافة المسلمين أجمعين. اليوم ليلة 27 ليلة مباركة كنصليو فيها، كنصليوهم كاملين، وكنصليو التراويح، كنمشيو نستراحو، كنرجعو، وكنشكر ماما وبابا حشومة اللي علمونا نصلي. وشريت حوايج العيد، ونبغي نقول لكم مبروك عيد. اليوم جيت باش نأدي هاد الصلاة، باش صلاة ليلة القدر، جيت مع ماما وبابا، وصمت هاد الشهر كامل، وشريت الحوايج باش نجي نصلي هنايا. وبغيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم الصحة والسلام. إذا احنا كمجموعة القائمين على التنظيم في مسجد رضوان، يعني العمل ديالنا كيكون طول السنة، وبالخصوص في شهر رمضان، هذا الشهر العظيم اللي يعني شهر كريم وشهر عظيم عند الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في واحد اليوم في العشر الأواخر ديال هذا الشهر اللي هو ليلة القدر، احنا كنشتغلوا طول الشهر وكنزيدوا الجهود ديالنا والعمل ديالنا خصوصا في هذه العشر الأواخر، استعدادا ان يعني نتلقاو الجزاء ديال هذيك الليلة. وكالقائمين على التنظيم كنسهلوا المأمورية على المصلين، كنحاولوا نساعدوهم، نفرشوا الأماكن فين يصليوا، نساعدوهم بزاف الأعمال اللي تسهل عليهم يعني الصلاة وتسهل عليهم الحركة في المسجد. فمن هذا المنبر تنبارك لكم هذه الليلة المباركة وليلة القدر ورمضان مبارك سعيد. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.